وما دام الحكام ينامون ملء عيونهم ويأكلون ملء بطونهم ويتنقلون في استراحاتهم، فهل يذكرون جائعا؟ هل يذكرون سكان المقابر؟ هل يذكرون البؤساء؟ يا ايها السعداء احسنوا الى البائسين والفقراء وارحموا دموع الاشقياء، ارحموا دموع الاشقياء، امسحوا دموع الاشقياء، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء لعلكم تتقون. كان عمر بن الخطاب ايام المجاعة ينصب الموائد للشعب ويمر بالجالسين على الموائد ليمد يده فيطعمهم بيده، وجاء له طاه الطعام، جاء له الطباخ ذات يوم بقطعة من كبد الجمل ليأكل امير المؤمنين، فنظر الامير العظيم الى الكبد وقال للطاهي: لمن هذا؟ قال: لك يا امير المؤمنين. قال له الامير بكل ثبات وقوة ايمان: اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ اكل المسلمين اعطيتهم من اكبادها؟ فقال له: يا امير المؤمنين، ليس لها الا هذا الكبد. اتدرون ماذا قال عمر؟ هل مد يده الى كبدها؟ هل لاكها تحت اسنانه؟ هل مزقها بانيابه؟ لا، قال له: احمل هذا الى فقراء المسلمين، ولا خير في عمر ان اكل طيبها. وترك عظامها للرعية. اذا فماذا تأكل يا امير المؤمنين؟ ماذا تأكل؟ قليل من الزيت مع بعض حصاة الملح، قليل من الزيت مع بعض حصاة الملح، حتى اصفر وجهه وكان وجهه ابيض اذا رأيته كأنك ترى قطعة قمر. اصفر الوجه الابيض من كثرة ما اكل من زيتها، وكان بطنه يحدث اصواتا، فكان عمر يقول لبطنه: صوتي او لا تصوتي، لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين. لله ضرك، لله ضرك يا ابن الخطاب، ان جاع في شدة قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يباري ابا حفص وسيرته، او من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها: من اين لثمن الحلوى؟ فاشريها ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى، فقومي لبيت المال رديه. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. هذا هو عمر.
الى الذين يريدون ان يتمثلوا بعمر، ان عمر ليس كلاما انما عمر عقيدة وعمل. عمر مدرسة الزهد، مدرسة الليل، مدرسة قيام الليل، مدرسة القرآن. كان عمر اذا صعد المنبر يوم الجمعة في كل الجمعة يقول للرعية: من منكم يتحمل الخلافة عني وانا اتنازل عنها له؟ من منكم؟ لم يكونوا عباد الكراسي، لم يكونوا عباد السيارات الفارقة، لم يكونوا عباد الامن المركزي، لم يكونوا عباد الحراسات والدراجات والمخابرات والموسيقات ومظاهر الدنيا، انما كانوا عبادا لواحد لا يغفل ولا ينام. عمر يتنازل كل اسبوع عن الخلاف، من منكم يتحمله؟ مسؤولية امام الله. ليس الحكم تشريفا انما الحكم تكليف، والراعي موظف عند الرعية. وكان عمر يقول: والله ما قبلت الخلافة الا كما يقبل المضطر اكل الميتة، وان مثلي ومثل امة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. الحاكم وصي على مال اليتيم، مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. لم تكن الخلافة مظهرا ولا شياكة ولا أناقة ولا رشاقة. كان عمر يقول: والله لو عثرت دغلة في العراق لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دغلة في العراق على حدود الدولة الإسلامية، دغلة لو عثرت لسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ عن المال لقد حمل اليه جواهر كسرى، قل يا ام مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ملك الملوك اذا وهب لا تسألن عن السبب. قال السائب للامير: ان هذه الجواهر جواهر كسرى، وقد اتفقنا في الميدان ان تكون هدية خالصة لك. المال رنين الدراهم وغريق الدنانير تأسر القلوب الضعيفة. المال والمرأة والجاه ثلاثة يحطمن العتاولة الكبار. المال والمرأة والجاه
هذه جواهر كسرى نقدمها لك هدية. ونظر عمر الى الرجل ثم اخذته اغفاءة من النوم، فغفت عيناه لحظات، فلما استيقظ قال للرجل: ويحك فكلتك امك، اتدري ماذا رأيت وانا نائم؟ رأيت هذا المال قد تحول نارا، وبيدي ملكان من ملائكة الرحمن يقولان لي: يا عمر لا تقرب هذه النار. المال المال، قال عمر للرجل: خذ هذا المال كله وضعه في بيت مال المسلمين. معاشر السادة، الى مستوى التربية عمر بن الخطاب، استاذ التربية واستاذ علم جهاد النفس، الصيام يربي الضمير. لماذا؟ لان الصيام عبادة سرية لا يطلع عليها الا واحد هو الواحد. تستطيع ان تأكل مئة بطنك وتشرب مئة معدتك وتخرج على الناس متظاهرا بشدة الظمأ وقسوة الجوع والبطن لا يراها احد والقلب لا يطلع عليه بشر، ولكن من الذي يعلم ان كنت صائما ام غير صائم؟ من الذي يعلم؟ من الذي يعلم السر واخفى؟ من الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور؟ من الذي يعلم ما في الضمير ويسمعه؟ من الذي يطلع على سر العبد وعلى نيته؟ وحدوه. ومن هنا فإن أمير المؤمنين عمر أراد أن يختبر الضمير في عهده. رأى امرأة عجوزا تغش اللبن فنهاها، ومر بها يوما آخر فرآها تغشه، فقال لها: يا عجوز، ألم أنهك عن غش اللبن بالماء؟ فقالت العجوز: والله ما غششته يا امير المؤمنين. واذا بصوت فتاة ينطلق من داخل كوخ العجوز ويقول: يا اماه، اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ قال عمر: ما هذه التي تتكلم يا عجوز؟ فقالت له: انها ابنتي. انه صوت الضمير، انه صوت الضمير. لقد قالت لامها وليس معهما الا الله، قالت لها وهي تغش اللبن: يا أمه، ألم ينهك أمير المؤمنين عن غش اللبن؟ فقالت لها أمها: يا ابنتاه، وهل معنا أمير المؤمنين الآن وهل يرانا عمر؟ فقالت لها ابنتها: يا أمه، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب العالمين يرانا. يرانا، اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يراك. على هذا المبدأ وعلى هذا العنصر الفعال
وعلى هذا المركز الدائري وعلى هذا الحجر الاساسي اقام النبي دولة الاسلام. لم يكن في مدينة رسول الله قسم للشرطة، لا شرطة الاقسام ولا شرطة المراحل ولا شرطة المباحث ولا شرطة الامن المركزي ولا ومناه شرطة ولا نيابات ادارية ولا مخالفات مالية ولا دواوين محاسبات. لم يكن في عهد رسول الله محكمة واحدة. لماذا؟ لان الكل كان يراقب الواحد ولا احد غير الواحد. ان كان عمر لا يرانا فان رب عمر يرانا. ولذلك لما بنينا المصانع وخرجنا النفوس انهارت المصانع وكسدت البضائع واصيب الاقتصاد بضربة في ثقار فخره قصب الظهر، لان الذين اداروا المصانع اشباح لا روح فيها ولا قلوب لها. عندما بنينا المصانع ادخلنا الصالحين في السجون وقضينا على الاسلام وصفينا الاسلام على مرتين، مرة باوامر من امريكا ومرة باوامر من موسكو. ضاع الضمير وضاقت الارزاق وفسدت الاخلاق. يا امه يا امه، ان كان عمر لا يرانا فان الله يرانا. فماذا يفعل عمر؟ ماذا يفعل امير المؤمنين امام هذه القمة الشماء التي تنخلع الرقاب عند براها؟ ماذا يفعل عمر امام هذه الامانة العملاقة؟ ماذا يفعل عمر امام هذا الفوض الشامخ من الوفاء؟ ماذا يفعل عمر؟ أترك المسألة تمر هكذا؟ لا، اذا فلا بد ان يعطيها جائزة الدولة التقديرية، ايعطيها وسام الاستحقاق، ايعطيها نيشان النيل، ايعطيها الف جنيه كما يفعلون. انما عمر يفعل غير هذا. ياتي بالفتاة ويقول لاولاد: من منكم يتزوجها؟ جائزة الدولة التقديرية لا تعطى للراقصين والراقصات ولا للمطربين والمطربات، لا تعطى لأي موسيقار ولا لأي فضال. جائزة الدولة التقديرية تعطى لأصحاب المبادئ، لأصحاب القيم الأخلاقية والمثل العليا. من منكم يتزوج هذه؟ ويصمت الجميع صمتا اشد من صمت المقابر. ينظر بعضهم الى بعض: ايزوجنا بنت بائعة اللبن ونحن ابناء امير المؤمنين؟ ما هذا؟ ما هذا امير المؤمنين؟ وإذا بعمر أخطأ
قمت بصرخة مدوية كأنه الأسد الرئتال إذا جيس عرينه ويقول والله لو لم يتزوجها أحدكم لتزوجتها أنا. لتزوجتها أنا أمير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن؟ لا، إنه لا يتزوج بنت بائعة اللبن، إنه يتزوج الأمانة في أسمى معانيها، يتزوج الأمانة في أعلى مراقيها، يتزوج الأمانة في أسمخ مبانيها ومراميها. وإذا بعاصم ابن عمر تزوجها ويقول قبلت زواجها يا أبتاه، ويدخل ببنت بايعة اللبن وينتب منها فتاة يسميها ليلى، وتتزوج ليلى بنت عاصم بعبد العزيز ابن مروان، فتنجب منه من؟ تنجب منه عمر ابن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. عمر ابن من؟ يا لله يا لله لمجتمع كانت الفضيلة رائدة له، يا لله لمجتمع قال بأعلى صوته سنطب المريض بدوائنا وسنؤمن الخائف في رحابنا وسنتلو على الدنيا كتاب جهادنا. صمت أذن الدنيا إن لم تسمع لنا. بنت بائعة اللبن تنجب ليلى من عاصم بن عمر، تتزوج ليلى بعبد العزيز بن مروان، فتلد منه خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، الرجل الذي حكم المسلمين 30 شهرا جمع فيها مال الزكاة، فلم يجد في الدولة مسكينا واحدا ولا فقيرا يعطى مال الزكاة. مال الزكاة يجمع في عصر عمر بن عبد العزيز. ابن بنت بائعة اللبن امير المؤمنين، ابن بنت بائعة اللبن عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين. امير المؤمنين لا يملك سوى قميص واحد. امير المؤمنين انظر الى الحكم على انه امانة لا على انه شياكة ووجاهة ونزهة خلوية. امير المؤمنين يرى نفسه مسؤولا فيقول والذي بعث محمدا بالحق لو ان بغلة عثرت في العراق لسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. امير المؤمنين ومع ذلك ينام على فراش الموت فينادي على ابنه عبد الله ويقول له يا عبد الله اليك وصيتي اسمعوها فان الحكم امانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الحكم أمانة والحكم رسالة والحكم مسؤولية. اسمعوا ماذا قال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله وهو على فراش
فراش الموت ودماؤه الزاكية تنزف من جسده الشريف. يا عبد الله اغمض عيني قبل خروج روحي. يا عبد الله اذا انا مت فغسلوني وكفنوني في يمنية بيضاء في ثوب ابيض متواضع. يا عبد الله واسرعوا في السير بي، فان يكن لي عند الله خير قدمتموني اليه، وان يكن لي عند الله غير ذلك فانما هو شر تلقونه عن اكتافكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا عبد الله اقصدوا في كفني، اقصدوا في كفني. لم يطلب كفنا من حرير كما يفعل الامراء، انما طلب قطعة من ثوب ابيض. فان يكن لي عند الله خيرا ابدلني منه ثيابا من سندس واستبرق، وان يكن لي عند الله غير ذلك سلبه عني. يا عبد الله واقصدوا في حفرتي في قبري، اقصدوا في القبر، اقصدوا في القبر. لا تتوسعوا، لا تضعوا فيه رخاما، ولا تضعوا فيه قناديل من ذهب، ولا تزينوه، ولا تزخرفوه، ولا تضعوا عليه حراسة. حراسة جنود ينامون ويتبادلون الورديات على قبر الزعيم. من اي شيء تحرسون؟ ان القبر في داخله عجبا، فهل انتم تستطيعون ان تنقذوا صاحبه؟ لا تستطيعون ذلك. اقصدوا في حفرتي، فان يكن لي عند الله خير وسعه علي جنة عرضها السماوات والارض، وان يكن لي عند الله غير ذلك ضيقه علي حتى اشعر كأن اضلاعي قد اختلف بعضها في بعض. يا عبد الله ولا تخرجن ورائي امرأة، يا عبد الله ولا تزكوني بما ليس في، فان الله اعلم بحالي منكم. لا اله الا الله. لا تزكوني بما ليس في، لا تزعموا انني لست بشرا. كل هذا لا يرضي امير المؤمنين، فان الله اعلم بحال منكم. يا عبد الله اسمعوا هذا الختام للوصية، اذهب الى ام المؤمنين عائشة وقل لها عمر بن الخطاب يستأذنك ان يدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لها عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست الان اميرا للمؤمنين. قل لها عمر، ولا تقل لها امير المؤمنين فلست الان اميرا للمؤمنين. واذهب عبد الله الى عائشة رضي الله عنها واستاذنها ان يدفن ابوه بجوار المصطفى، فتقول عائشة، لقد كنت اعد هذا المكان لنفسي لادفن بجانب رسول الله وبجانب ابي بكر الصديق، اما وقد طلبه امير المؤمنين فانا افضل امير المؤمنين على نفسي. ويرجع عبد الله الى ابيه ويخبره بان عائشة قد رضيت بهذا، فيقول له عمر، يا عبد الله اذا انا مت فلا تدفني حتى تستاذنها مرة اخرى، لانها ربما رضيت في حياتي حياء مني ورجعت بعد مماتي. لله ضرك، لله ضرك يا امير المؤمنين. حتى في تسعة أسبار من الأرض تنام فيها جسدا هامدا، يا أمير المؤمنين لله ضرك. أسبار من الأرض
مرة في الحياة ومرة بعد الممات. وعندما حضرته سكرات الموت قال لابنه عبد الله: يا عبد الله ارفع رأسي عن الوسادة وضعه على الأرض عسى الله أن ينظر إلي فارحمني. ويدفن أمير المؤمنين. وتقول عائشة: لقد كنت أدخل بقميص نومي قبل أن يدفن عمر، كنت أدخل على رسول الله وعلى أبي بكر، فلما دفن عمر استحييت أن أدخل عليه وهو ميت بقميص نومي. ما هذا الأدب وما هذا الحياء، ما هذا الخلق وما تلك التربية. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه: لما مات عمر رأيته في المنام فقلت له: ماذا قلت للملكين يا عمر وماذا قال لك الملكان؟ قال عمر: لما اقعداني للسؤال نظرت اليهما وقبل ان يسألاني قلت لهما: من ربكما؟ عمر واسأل الملكين. انه الفاروق، انه الرجل الذي ضرب الله الحق على قلبه ولسانه.